الحمد لله احنا رجعنا ان احنا نسرق تاني، مش عارف ازاي مفيش ميكس خالص ما بين الكلمتين. الحمد لله ده رجعنا نسرق، بنعمل حاجه حرام جدا. بس انا عايز اقول لكم حاجه على حاجه يا رجاله، انا النهارده جبت المتخصص الاول في سرقه البنوك، الحرامي اللي مهما عدى عليه خزن بيعرف انه يفكها، الحرامي اللي مجنن اكتوبر كلها وعمال يسرق في الغسيل بتاع اكتوبر بالكامل، مين اللي الحرامي ده؟ الغبي، مين؟ الحرامي المهرج. وكل مرة بيفضحنا، كل مرة. تاني أنا رايح تاني أتسوق. تاني، ما ده اخرك هتتسوق. طب يا جدعان خش اعمل لايك، تشتركوا في القناة عشان في حوارات احنا داخلين عليها زي كده كتير، فتعالوا نشوف هنسرق النهارده ازاي. يا عمر تعالى بعد اذنك، كلنا نعمل ايه؟ يلا تعال. بعد اذنك بص انا شايل اسلحة يلا. من ايدي ومعامسك معايا مفك، قول لي بقى. ما ماشي خد المفك بس اللي في ايدي ده عشان ده احسن. ماشي اهو، قول لي هبدأ بص بايه؟ افتح الباب. افتح عينيا الاتنين. يا انت جيت في جمل اهو يا سيدي، حد يروح يجيب الشنط انا يا جدعان عشان بسمعك نخلص. الحيوان اللي جه. ور ايه ده؟ ايه ده؟ ايه البتاعة دي؟ كشاف كشاف. ده لا ده ايه ده بتاع ايه ده ايه الكاميرات، ده بتاع ايه ده الكاميرات، ايه بتاع ده الكاميرات عشان ايه ده هيكتشفوا ان احنا هنا وهيزعلنا على شبابنا. والله انا فتحت الباب. افتح. بص في جارد ايه هنا. بص ور ايه اللي انت الجارد؟ قتل الجارد اللي في وشي؟ لا لا لا، اول ما انا قتلته، انا ليه؟ قتلته، يا نهار اسود الموت ده. انا قتلت ده كمان. اعمل ايه؟ اعمل ثانية ايه؟ ثانية اعمل ايه؟ ثانية اوكي الموقف في عمر، احنا بهدلنا الدنيا يا عمر. ايه؟ هو مين اللي قتل الجارد؟ انا أنا قتلت قتلته. كل الجردات. لا اله الا الله. صحيح. ثانية واحدة، مين ثانية اللي واحدة. اتكشف؟ طيب الكاميرا كشفت الدسة بتاعت الراجل الميت ده الله يرحمه. طب يا رجالة، طيب يا رجالة، رجالة انا بفتح الباب يا رجالة، يلا انا ماليش دعوة. عمر يدخل لا لا يتصرف، لا لا عمر لا يدخل بقول يتصرف. ايه الشنيور اللي في ايه ايدك يا حيوان شيله، اهو جاف الجارد شنيور. يجن. اه اما بكمل الجارد يجن، لما الجارد يجن الجارد وراك، الجارد 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 مات. الجارد. طب يلا روح يلا يلا روح عالج الموضوع، انقذ الموقف انا حبيبي، تصل. عاش انقذ الموقف. شطاطير، انت شطاطير. رجاله في حد بيحاول انه يدخل؟ في حد بيحاول انه يدخل؟ ما ده لازم اوكي يتضرب، حد يسحب الجثة دي بره. اسحب اسحب انا الجثة، اسحب الجثة دي بره، شدها شدها. ايه ده راح الكاميرا اللي هنا، خلي بالك يا عمر في كاميرا هنا، انا اكسرها اكسرها خلاص. اكسرها استنى اكسرها. لا لا لا، وور هات المفتاح، هات المفتاح، لازم نفتح الأوضة دي. يلا يلا هات المفتاح يا رجالة. يا معلش ربي والله والله يا ربي، معلش والله معلش. قلتله قلتله لا قلتله. مفتاح اهو، ما حدش عارف ما حدش عارف، انا ضربت بالسايلنسر عشان تعرف يا باشا ان انا جاي مجهز دنيتي. ما انا هوي ان انا حرامي يا قديم. محمد ايه ده؟ في حد ماشي، في حد عايزين الكارت ده؟ في حد في ايه حد. ده؟ دباسة. احنا حد دنيتنا شاف في الامان، ده حد دنيتنا في الامان صح. وراخد الدباسة دي؟ بس يا حبيبي دبتت ايه يا منيل يا عمر، نتصرف ازاي يا عمر؟ ما انا هروح اعمل ديسيبل للالارم دلوقتي. طيب الارم انا تحت هقفل الباب ده علشان خاطر اهو كان هنا. فيه ظابط. ايوه هنا. ماشي روح روح. قفلت ايوه الالارم. جامد جامد. نعمل ايه بقى؟ وراح اسيب عشان في نعمل كاميرا. ايه لا بقى؟ استنى جاي. لا ايه لا لا اله الا يا عمر الله الكاميرا يا عمر، ما ينفعش كده على فكرة. كده يا عمر، فهي دي فشل. اخرتها يا عمر. بقول لك يا عمر ان ايه؟ عالم دي مش هتيجي بقلة ادب. يلا يا عمر طب تعب اهو. تعال. اسرع يا عمر، تعال خذ. تعال من جوه هنا. ايه؟ انا بوصل البتاع. ويلا بقول ايوه لك يا عمر، طيب. لو انت ايوه. مش عارف بس اللعبه دي نزلت تحديث وبقى في شرطه عالم قلة الادب قوي بتسرق وبتضرب جامد. ماشي اه وضافوا شرطه جديده بجد، ضافوا شرطة جديدة؟ والله ضافوا شرطة جديدة، أقسم بالله ضافوا شرطة أقوى جديدة من اللي فاتت 20 مرة. بكتير أنا ب 30 معايا مرة. درع وأسلحة. أنا وهم لا كمان معاهم درع. ماشي احنا بقى المهم بس ان احنا ندافع عن ايه، عن الباور بوكس ده. دول الشرطة العادية، دول الشرطة الكويسة، دول الشرطة الهادية. أنا متخيل سيف لو كان هنا كنت هنزل فيه شتايم. يا نهار أبيض. الحمد لله الحمد لله إنه مش إيه ده؟ معايا. إيه ده؟ ده يا سيدي ده اللي بيفك السابوتاج، عرفته؟ قلت لك ده ابسط حاجه، ده ابسط حاجه، ده حاجه هاديه خالص. ما هم كانوا سهلين. ايه ده؟ لا ما هي صعبوها صعبوها على الاخر كمان. طيب عمل احنا اول عملنا واحد ده، فين التاني؟ او الثاني؟ هناك الثاني هناك. اوكي تعال اوكي تعال اوكي هناك اوكي هناك. انا رايح اظبطه رايح اظبطه. افتح ظبطه. يلا ندافع بقى، خلينا نخلي المكان ده يبقى البيز بتاعنا يا رجاله. مش عايز تخلص، فاضل حاجه بسيطه اهي وتخلص اهي. يلا يلا الله اكبر. عاش. رجاله الباور بوكس اللي جاي ده فين بقى؟ هنا اوكي هنا هو في الاوضه هنا دي، المفروض دي يفتح الاوضه.
ماشي بقولك يا وور، نقفل ونعمل زي ايه، زي ما زي انت فورتريس كده. يلا اهم حاجه بس الشورتي اللي بيبوظ اللي احنا عم نعمله ما تخلوش يهوب ناحيتها، فاهمين؟ هتلاقوا شكله كده غريب. ماشي اقفل الباب ده، اقفل الباب ده. اي شرطي، اي شرطي ممكن ان هو يصلحها؟ اي شرطي ممكن. تمام اي تمام شرطي. تمام بس هم تقريبا داور بيفكها اسرع. عشان كده احنا محتاجين ندافع عنها بشكل كويس. طب رجاله انا بتقطع من جوايا. ها رجاله انا اي نيد هيلب، اي نيد هيلب، اي نيد هيلب، نيد هيلب، نيد هيلب، نيد هيلب، نيد هيلب والمصحف والله. ايوه 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 امسكوا امسكوا. بس قتلته رجاله. هو ده اخر باور بوكس يا رجاله؟ انا معيش طلقه. ها محتاج طلق. لا بسرعه خلي بالكم رجاله، طلقه يا رجاله، طلق والنبي اي حاجه. انتوا عمالين بتاخدوا الطلق من كل حته. هو معلش بس الكلمه. اوكي هو فاضل اخر واحد، اخر واحد اللي فوق، اخر واحد اللي فوق. هنطلع على السلم ونطلع له. ايه ده ماشي. في واحد معاه درع. ده غلبان الناس دي، ده غلبان قوي. طب السلم، انا لقيت السلم، لقيت السلم وانا طالع فوق. بس انا عايز اقول لكم على حاجه يا رجاله، انا معيش طلقه. انا طلقي على يعني على باب الله خالص. طيب هو هنا، هو هم مالهم بقوا اقوياء قوي كده ليه؟ ده حاجه بسيطه. ورايا ورايا ورايا. انا عند الباور بوكس وهعمله اهو يا رجاله. ماشي بس انا معيش طلق. اللهم بلغت، معيش طلق ادافع عن اي حاجه. ده بيموت ازاي؟ درع ده اضربه في وشه كتير. ايه ده اسود ده؟ ما بيموتش كتير قوي قوي. سيبوا لي طلق، سيب لي طلق والنبي. هات جنيه، هات جنيه، هات جنيه، هات جنيه. بور تعالى في طلق هنا. ايوه طلق طلق طلق. انا اخدت، عمال اخد طلق كتير الحمد لله. معايا خزنتين. يلا يا ابني، يلا يا ابني، انا طالق عمال بيخلص، عمال فريقهم بقالي كتير. يا نهار اسود. سيب لي الطلق بتاع ده، سيب لي الطلق بتاع ده. تسلم لي. ايوه الخزنه من هنا، الخزنه من هنا. الله الله. المتخصص في السرقه رايح اجيب الشنيور. المتخصص لا بسرعه رايح اجيب. وهات لنا مفك، عايزين مفك، عايزين مفك بسرعه. مفك، حد يروح يجيب مفك، حد يجيب مفك. هو رجاله في واحد مننا وقع، بقه وقع. استنى اروح اجيب مودي. مش هتموت يا مودي، في كميه ناس داخلين لك. مش هتموت يا مودي، مش هتموت يا مودي. صحي يا حبيبي، صحي صحي الحيوان ده. انا جاي. يا نهار ابيض ايه كل دول. انا 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 خلصت. يلي انا هقع، انا هقع، انا هقع. هاخد نوكي دلوقتي ابن لذينة. يلا يا رجاله، يلا يا رجاله، يلا يا رجاله، يلا على الخزنه، على الخزنه، على الخزنه، على الخزنه، على الخزنه. طريق اخضر، طريق اخضر. يلا يا رجاله عادي عادي. سيبك سيبك من، سيبك من الشرطه، سيبك من الشرطه. الشنيور فك 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 كل ده. ايوه هو بياخد وقت طويل. يلا يلا فك. انا رجاله يلا يا عمر انقذ الموقف. طب ما هو شغال اهو، ما هو شغال اهو، ما الراجل شغال، الراجل طلع شغال اهو. لا لا ابو نور، ابو نور مش شايف حاجه، مش شايف حاجه. خزنه كده ما تفتح يا اسطى الخزنه يا اسطى، ما هي بتتفتح ثلاث مرات. لازم تفتحها من كل النواحي. اوكي لا حرامي اصيل، حرامي جدع بجد. عيب عليك. ايه ده؟ هي دي خزنه دي والنبي عليك. هناخد فلوس؟ لا ده هناخد فيها حبه حلوه. رجاله رجاله رجاله، يلا يا رجاله، يلا يا رجاله. فين الشغل؟ لم في العربيه، لم في العربيات، العربيه دخلنا العربية هنا، دخل العربية هنا بسرعة 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 بسرعة. أنا بحط أول شنط، روح أجيب شنط. أنا جبت شنطة يا رجالة. حط حط كل الفلوس دي، كل الفلوس دي حطها. واحد ياخد الفلوس بعد ما العربية تكملي ويفضيها هناك. ماشي احنا عايزين ناخد كل الفلوس بجد يا رجالة. رجالة الفلوس كلها اللي في المكان كلها. يا 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 رجالة يا رجالة يا رجالة، اهدوا اهدوا اهدوا. اخد العربية دي عشان اتملت وعمالة بتقع، عماله بتوع فلوس. ماشي انا رأ... انا انا هاخد الفلوس وامشي. ماشي مش أنا همشي. املى العربيه الثانيه، املى العربيه الثانيه وهاتها ورايا. ما تسيبوش جنيه، ما تسيبوش اي حاجه. احنا نضطر ان احنا نسيب عشان مش معانا شنط مكفيه. لا مش لازم. العربيه، العربيه معانا، العربيه معانا، العربيه. طيب سؤال بقى، السؤال الذي يسال، فين السلم؟ افتح الباب، افتح الباب. افتح هو انت، افتح انت. لا انا مش عارف اعدي بالعربيه. لا لا أيوة. بتعدي عادي، انا جربت قبل. طب ممكن هيلب يا يا مهند الكل. مهند سابني وجري، مهند سابني وجري، سابني
وساب الفلوس انا قال حصته صح. طب بجد انا محتاج هيلب بجد هموت بجد هموت بجد هموت بجد هموت بجد هموت بجد هموت. اوكي يا مهند الكلب الفلوس كلها وقعت بسببه. ايه مش كلها انا مش فلوس مهند يا رجاله رجاله هاتوا الفلوس تعالوا هاتوا الفلوس تعالوا يا رجاله. ما انا قاعد بجمع على رجلي اخد على رجلي واروح. مودي تعال انقذ الموقف يا مودي عشان انا بجد الواد ده غبي قوي. عيال بره بتاني الواد ده غبي قوي الواد ده غبي قوي والله. بردك يا ورو هو اللي مبوظنا المره اللي فاتت الواد ده ما يجيش معانا تاني. لا غبي قوي بجد ده سيف ما كانش هيبقى غبي كده والله. اه بجد ده سيف اذكى بكتير. طيب انا مش عارف اعدي بالعربيه بجد والفلوس كلها اتوقعت في كل حته. شفتوا جبت لكم 1000 اهو هات البعد هات العربيه راحت فين. طب العربيه بقت فاضيه يا رجاله والفلوس كلها إيه؟ على الارض منك لله مهند. على فكره انا وقعت مستوى انا هروح اجيب الشنطه واجي يا رجاله. انا جبت الشنطه انا جبت الشنطه بس الفلوس بقى في الارض بقى كل حد ينزل يلم معايا بقى بالله عليكم عشان انا واخد العربيه ورايح. ليه ما عندكش ايد؟ طيب ما عندي ايد واحده وكنت معبي انا الفلوس دي كل الفلوس دي كنت انا اللي معبيها. بس نقول ايه بس نقول ايه الناس اللي مش كويسه بتوقع الحاجه. طيب ممكن مساعده حد يجي يساعدني بجد يلم معايا عشان والله العظيم الحاجات كتير والله العظيم كتير والجثث هنا في كل حته. رجاله رجاله ايه انا في واحد غريب قاعد قدامي رجاله. احنا حطينا ترابات حطينا ترابات بجد ترابات يا جدعان يا جدعان يا جدعان حد يجي يساعدني. ايه هو ايه اللي ساعد نفسه. طيب انا ماشي انا ماشي بجد انا ماشي بجد انا ماشي والله ما لي دعوه والله ما لي دعوه انا ماشي والله. رجاله انا لقيت شنطه وعمال اعبيها فلوس. رجاله انا خارج. ايه ابعد عن مهند. بص 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 لو اي حد يشوفني 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 ماشي. انا دلوقتي رجاله هو الشرطه بتعرف إيه؟ تقفل ببان. لا بيفتحوها الببان اللي احنا يا نهار ازرق حاطين لي ترابات حاطين لي انا معايا شنطه فلوس معايا شنطه فلوس وداخل على العربيه. قول تعال بس عشان جاي اشهدك انا كنت حاطط 81000 في العربيه. لا اله الا الله انا حطيت الشنطه مليانه فلوس ما اتحسبتش. ايه ده ايه والله ما اتحسبت. خرجها ودخلها تاني كده وارتبها. انا سبتها على الارض. رجاله 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 الشرطه عندنا في العربيه. يا لهوي يلا رجاله نمشي يلا رجاله نمشي رجاله نمشي. بيسرقوا من الفلوس بيسرقوا من الفلوس. الفلوس نزلت جامد الفلوس بقت 70 بسرعه. طب يلا عمر بسرعه نمشي بسرعه نمشي بسرعه نمشي بسرعه نمشي مفيش وقت. اخر رزمه بس اخر رزمه ايه احنا بنتسرق الطمع قال ما جمع. ماشي خلاص يلا احنا كنا 83 وانا حطيت فلوس ودلوقتي بقى 70. يلا عمر شيلها انت وانا ويلا ورحنا جينا قلبك كفر عم يلا بسرعه 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 بالله بالله. رجاله احنا محطوط لنا ترابات في العربيه جوه العربيه والعربيه كلها عباره عن ايه يعني. ايوه طب الباب مقفول حد يجي يفتح لي. ايوه اخش من الباب اللي جنبه. رجاله لا ده رجاله 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 والنبي يا رجاله رجاله الحرامي بيسرق الحرامي بيسرق يا رجاله بيسرقنا بيسرقنا بتسرق معيش طلق. رجاله 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 انا جاي انا قدام العربيه. رجاله الشرطي اللي جوه ده معيش طلق معيش طلق. يلا نمشي يلا يلا نليف يلا نليف. انا همشي ثانيه واحده. انا ماشي انا ماشي يلا انت خلاص الحمد لله. ايوه 89000 الله اكبر الحمد لله ربنا اكرمنا. يا رجاله عايزين نستكشف المكان الاول كده بالهداوه ونفهم اللعبه عايزه مننا ايه. يعني مش لازم ان احنا نعمل مشاكل يعني مش لازم ماشي احنا بس ايه لم العده ماشي. ايه ده ولا الحق ده في اجهزه تكنولوجيا هنا. انا هاخد أيوة بس هاخد بس المفتاح ده. طيب بص يا رجاله في ايه في ايه في ايه بيقول لك ديسيبل ذا الارم مبدئيا كده ده السلام عليكم السلام عليكم بيقول لك ديسيبل ذا الارم. انت رحت فين؟ طيب المحل هناك اهو المحل هناك اهو المحل هناك اهو محل
ولا في شباك مكسور، في شباك مكسور نقدر احنا ندخل منه. لا ده مش شباك، ده مش شباك مكسور، ما طلعش الشباك. في واحد واقف هنا، في واحد واقف. بس 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 شورتي 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 شورتي. طب ليه قتلته؟ طب ليه قتلته؟ طب ليه قتلته؟ هتسيبوا الالارم بتاعه. طب في حد سيبوا بقى الالارم منين بقى؟ حد حد يجي يفتح لي. طب اهو 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 يلا عوق بقى. لا والله ولا عوق ولا بتاعنا، احنا نطلع بما يرضي الله. اه نمشي مع بعض وبهداوه. تعالى معايا. في في شورتي هنا، في شورتي هنا، في شورتي هنا، في شورتي هنا. لا 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 ما انا اقول لك في ساعه هنا. كاميرا كاميرا كسر الكاميرا، كسر الكاميرا، كسر الكاميرا. الراجل جاي. انا كسرت الكاميرا. كسروا الكاميرا يا جدعان. بصوا البتاعه دي فين؟ عملت ديسبلاي للالارم. انت عملت له ديسيبل؟ في بتاع الارض. هات 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 هات. تعال عندي تعال عندي تعال عندي. طيب طيب انا بجد مش فاهم اي حاجه. خش 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 خش. احنا اتقفشنا. خش هنا. لا اله الا الله. مهند ده لو شفته في حته رجاله واحد. انت متاكد؟ يلا انا انا مستني الشرطي. يا موجي مين ده؟ حد كسر الكاميرا. يلا كسر. معلش انا اسف. غلطتي غلطتي. حقك عليا حقك عليا حقك عليا. دي غلطتي المره دي، دي غلطتي. بس الخطه هتنجح باذن الله. رجاله خلاص بقى، احنا تعلمنا من جميع اخطائنا. ماشي انا هكسر الكاميرا الاول. ثانيه على الكاميرا كسرت الكاميرا. بس كسرت الكاميرا. الشورت جاي الشورت جاي. قتلت 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 الكرنيه. وتعالى بسرعه. روح روح لعمك، روح لعمك. ايه ده؟ الالارم. لا بقى ما هو مش شغلات بقى. ما واحد يعمل كده. وور تعالى كده افهمك احنا ليه اتقفشنا. تعالى انا تحت، انا تحت عند الباب. اه قول لي ترجم لي ترجم لي يا بيه. بص المكان اللي احنا فتحناه. اه بص يا رجاله انا خليني اشرح لكم دي حاجه ساعه بس، بس هي مقاطعه. ماشي كل دي مقاطعه، دي مقاطعه ودي كمان مقاطعه ودي مقاطعه ايه ودي مقاطعه ودي مقاطعه. احنا ما بنشربش الكلام ده يا رجاله. الخزنه هنا، الخزنه تحت. ايوه ما هو احنا لازم ما نفتحش الباب ده بقى. الباب ده ما ينفعش ان احنا نفتحه دلوقتي يعني لحد ما نقفل الالارم ونظبط دنيتنا وكده. ايوه كل ثانيه واحده يا رجاله. يلا بينا ولا عارف مكانه. يلا بينا يا رجاله، يلا بينا يا رجاله. الكاميرا كاميرا داون. الراجل جاي وراجل مات الله يرحمه. طب هات الكارت. الكارت 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 الكارت. يلا 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 مهند هات الكارت وروح. يا مهند هنا اهو هنا. ايوه يا مهند دور على اي دور على اي حاجه. دور على اي حاجه بسرعه بسرعه. مش موجود. لا لا ازاي كده رجاله رجاله. ايه انا عايز اقول لكم على حاجه. فوق هنا في الكاميرات يعني. احنا لو فتحنا الباب ده ور ور. تعال نستكشف بس الاول. ماشي لو فتحنا الباب ده ماشي ودخلنا هنا هنلاقي دوناتس وهنلاقي فاكهه وهنلاقي قهوه وهنلاقي حاجات زي الفل. مفيش حبطشينو هنا. ماشي طب بقول لك ايه بقول لك ايه ولا اصلا طب يعني احنا مش لازم نقتل الراجل اصلا. بس الكاميرا ممكن تشوفنا. لا الكاميرا هنا مش بتشوفنا. لا بتشوفنا ولا الكاميرا ولا الراجل. اوكي لا لا لا. مش... نتعلم من الاخطاء. اه رجاله انا هروح بس لوحدي. ماشي هعمل تيست كده اشوف الكاميرا دي هتشوفني ولا لا. ماشي ايوه ايوه ايوه. ثانيه 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 ثانيه. خليك زي ما انت زي ما انت زي ما انت. انا فتحت الباب. ثانيه واحده. لا اهدى 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 الراجل اهدى. خليكوا عندكم خليكوا عندكم خليكوا عندكم. اول ما تخش الباب اللي على شمالك اللي لونه ابيض لازم تفتحه هو ده. ايوه ما انا هقفل الباب بس في وش الراجل. ثانيه واحده ثانيه واحده يا رجاله. انا بعمل والله. خليكوا يا عمر اي حد يتحرك بص اللي منه. عمر شخصيا هو اول واحد يتحرك اصلا. ايه ده؟ ثانيه شايفني رحت انا الارم الالارم قفلته. أيوة. اعمل ايه بقى تاني؟ لازم كلنا نجي لك دلوقتي في الخطوه الجايه دي. ماشي ما هو في شرطي في شرطي. استنى استنى في شرطي في شرطي في شرطي. افتح لنا الباب. هو مش هنا. بسرعه افتح الباب بسرعه. حاضر 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 هفتح الباب اهو. يلا خش خش يا رجاله خش يا رجاله خش يا رجاله. بس قفلت الباب. في شرطي هنا جوه. في شرطي هنا جوه عند السكيورتي. ماشي هنقتله وجنبه البتاع. ماشي المفروض يعني 2 3 افتح الباب. انا فتحت الباب. اقتلوه يلا وتقوم البتاع. الكارت 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 كارت ورا الباب هنا. بس أيوة. تسلم ايدك كده. الكاميرات معانا صح؟ نقدر ان احنا نعطلها؟ لا احنا اوريدي عطلناها. الكاميرات داون دلوقتي. ايوه داون خلاص.
اوكي نايس 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 نايس. رجاله الحقوني، انا دخلت الكاميرات ومش عارف اخرج يا رجاله. رجاله في علامه اكس فوق فوق. ماشي الحمد لله. طيب نعمل ايه بقى الخطوه الجايه؟ الخطوه الجايه غالبا احنا لازم نلف ناخد لها لفه اسمها نلف. طب بصوا استنوا ندور على مكان الكارت الجاي، ندور على مكان الكارت الجاي الاول. هل هنا في حاجه؟ مفيش مكان كارت تاني يا رجاله في العماره دي، ده مبدئيا يعني كده. ده السلام عليكم. فبالتالي الشرطي الشرطي اجوا اقفلوا الباب. هو شافنا اصلا خلاص. بسرعه تعالوا ورايا تعالوا ورايا. لا الباب ده لو اتفتح ماشي. تسع ثواني، 8 7 6 نعمل ايه؟ مفيش اي حاجه. انا قفلت حاجه كده. يخرب بيتك يا مني. بقول لك يلا ولا اسرع يا يلا 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 روح هات لنا البتاع وافتح لنا الخزنه دي بسرعه انا بدافع عنك يا صاحبي. ولا بقول لك ايه، ازازه الحاجه الساعه بكام اليومين دول؟ سبيروس باتس بعد اذنك. لا لا بتكلم مع الكاشير بس، بتكلم مع الكاشير. لا انت مالك انت بتشتغل؟ انا راح اجيب شنطه، راح اجيب شنطه ماشي. ودستوري ذا باور بوكسز. ها هم فين؟ هم فين اصلا الباور بوكسز؟ كلهم في المحل جنب العربيه، في واحد بره جنب العربيه. طب دفعوا عنه ايوه تسلم ايدك ماشي. الشرطه بدات تيجي ها وبدات تقوى، فاحنا محتاجين ان احنا نركز ماشي، ومش عايزين نغلط الغلطات اللي احنا وقعنا فيها في البنك. ماشي ماشي ماشي. بس كده هو الغلطات اللي وقعنا فيها في البنك ان احنا خدنا مهند. دي غلطه من البدايه فعلا. ماشي انا جبت الشنطه، دفعوا عن الباور بوكس، ديفند ذا باور بوكس، هاتوا الشنط وارموها جنب الخزنه. انا الوحيد اللي بدافع عنه دلوقتي. ثانيه واحده، انا سامع صوت غريب. انا بستكشف بس حاجه. ماشي نايس جامد جامد. عمر عامل شغل، مهند ما بيعملش حاجه. انا اللي بدافع، كنت بدافع اصلا كنت. الحمد لله ما حدش بيقصد. طيب لا انا لقيت الكارت اللي احنا كنا محتاجينه. ماشي ماشي ماشي. دلوقتي عايزين نعطل الباور بوكس اللي تحت عند الخزنه. ده اخر باور بوكس اعتقد صح؟ لا لا هم ثلاثة. يخرب بيتك التالت ده بره هنا، التالت ده بره عندنا كده. يلا يا نهار اسود يا جدعان. ورا انا راح اجيب شنطه رجاله. احنا ندافع لحد اما ايه يبان لنا صاحب بقى، او يجي شرطه جديده يعني. يا رجاله نيد هيلب يا رجاله، اقسم بدين الله نيد هيلب. رجاله بتعمل مني شاورما بسرعه. الباور بوكس ده الاخير ده خلاص يا جدعان هيخلص والخزنه هتتفتح. يلا افتح لنا الخزنه، افتح لنا الخزنه. ايه انا خايف بس ان احنا هنسرق حاجه ساعه بس في الاخر، بجد خايف من كده والله. لا 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 اكيد والله ده اللي انا خايف منه والله. نايس. شيل بقى الشنط. ايه ده؟ قلت لك والله رجاله ده في شفره، احيل. لا 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 احمر ازرق احمر. يلا ايه ده في شفره. ورا انا بفتح البيبان شفره ايه بس في. طب رجاله انا عايز اقول لكم ان بجد في كميه شرطه بره لازم يضيفوا. طب البيبان اللي فتحت ايوه نسرق بقى نسرق. يلا يا رجاله الازايز الحاجه الساعه البيبسي اسرقوها يا رجاله. يلا ماشي انا بجمع اهو الحاجه الساعه البيبس اللي مش حرام خالص. لا ماشي اسرقوها وحطوها بشكل كويس في الشنط ومحدش يلمس الشنط يا رجاله. يا رجاله لسه بقول والله لسه بقول ايوه. حطوا الازايز جوه بشكل صحيح. شاطرين يا رجاله شاطرين. احنا هناخدهم نبيعهم مش هنشربهم. ها انا هاخد واحده بس. لا ايه والله والله ابعت الفيديو لابوك براحتك. هتقول له على الجلس ابوك لسه وابعت له برضه فيديوهات اجيب ايديتور اخليه يجمع لي اسوأ لقطات مودي بقه 2024. اسوأ لقطاته مع الجلس. طيب انا عمال اعبي في الشنطه. الشنطه بجد اتملت على اخرها. لا لا لسه خد بجد الشنطه غرق. يا ابني اللي بتوع الازايز بره حرام عليك. نعم 12000. كنت هقول نعمه ربنا. يلا انا هاخد الشنطه دي واخرج. انا ماشي. وسع يا مهند يا اللي بتوقع الشنط.
مش انا، ده مش انا. هو فين بقيت الشنط؟ ماشي انا معايا شنطه ماشي ورايح بالشنط بالشنطه ماشي بتمشى حرفيا. ايه ده؟ ماشي انا هحط يا جدعان اقسم مين اللي حط مين اللي حط الازاز في في البتاع؟ طب يا رجاله انا حطيت 28000 يا رجاله. ماشي يا رجاله انا عايز بس اقول حاجه يا عمر، انا عايز بس ابلغ بس عن واحد يا عمر، في ازايز مرميه تحت العربيه، ازايز حاجه ساعه بيبس مرميه تحت العربيه يا عمر. ماشي يا عمر كده ما ينفعش، انقص الموقف. انا عندي سؤال، هم ما يعرفوش ان احنا الازازه دي بكام؟ عامله لها ولا عاملها ولا غالي ولا ضافت اي حاجه اقسم بالله. طيب جوه جوه العربيه في شنطتين، معنى كده ان في شنطتين، فالشنط دي معاكم انتوا؟ طيب نايس. طب هات هات بقى يلا، هات بقى يلا يا رجاله حملوا الشنط. يا نهار اسود يا رجاله، ده في كميه شرطه جايه يعني ما اقولكمش يا رجاله والله العظيم. هو اللي قاعد بيرمش بيرمي الازايز من الشنطه ده مين؟ والله نفسي اعرفه، بس هو في الاغلب مهند. مهند لا ليه مهند؟ لا اسمعوني، هو مهند كان بيعبيها بشكل مش مرتب عشان ما تاخد عشان تاخد اكتر، فانا قتلتهم واحبهم تاني. ايوه 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 دافع عنه. ولا دافع دافع؟ لا انا مش بدافع عنه، طز فيه واصلا بقول لك هو ما كانش عارف يحطهم، عيل فاشل. اه تمام ماشي، طالما هتشتموا معانا خلاص. ايوه ده هو اللي هو اللي مخسرنا المره اللي فاتت. بس بس الشنطه دي كده تمام كومبليت، الشنطه تمام الشنطه تمام. اخر شنطه انا معايا 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 كده، انا حطيت شنطه ودلوقتي في شنطه في ناس جايه. بقول لكم يا رجاله 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 في 3 شنط في العربيه ودلوقتي معانا 41000 رجاله. معلش بس في الكلمه كده، في شنطه رابعه فين هي؟ ها مع بقه صح، مش هو اللي بقه بيعديها دي؟ انا مالي والله ما انا، ده عمر تقريبا هو اللي بيعديها. ايه يا عمر؟ ايه يا عمر الشنطه فين؟ امال مين مع مين الشنطه؟ لا انا عم بقع في الحاجات مش لا ما تهزروش. إيه؟ الشنطه مش موجوده، الشنطه الرابعه مش كانوا هم بيدونا 4 شنط؟ لا يكون لا يكون الحرامي سرق. لا ما تهزروش، بقول لك والله العظيم في شنطه، في شنطه ناقصه بجد، في شنطه ناقصه. وديتوها فين؟ ندور عليها ندور عليها يا رجاله. انا 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 بيت عبيت شايل الحاجه بايدي، هناخد 41000 ونمشي يعني؟ يا نهار اسود المدرع ده، هم بينقصوا ليه؟ انا حطيت ازازه وسبحان الله ما زادتش. طب بقول لك الحيوان اللي ماسك الازاز بيلعب بيهم. ايوه ايوه هنشيلهم ونحطهم تاني. ليه؟ ما هنملى ازازه نملى شنطه تانيه. يا خبيث والله على الخبيث، بتعمي مش شايف حاجه، الله يخرب بيته. جدعان جدعان الحرامي كان جاي يسرق مننا. حرام بسرق ليه؟ بسرق حرام رجاله بجد. انا جاي تعال والله يا رجاله عشان نمشي، معانا معانا 54000 جنيه. يلا يا رجاله انا بص جايب لك شنطه مليانه. رجاله انا هتك على الزرار، هتك على الزرار، هتك هتك على الزرار. معايا فلوس، معايا فلوس، في فلوس في فلوس في فلوس. خلاص مش هتك على الزرار، مستنيين عمر. يلا كم؟ 59000 ونص. يلا هات اسود. الحمد لله الحمد لله يا رجاله الحمد لله. اكلنا اكلنا عيش في الفيديو بتاع النهارده. فرجاله ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه. اشوفكم بقى على خير بقى في فيديوهات سرقه جايه كتير. اشوفكم بقى على خير.